ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنرجع مع بعض النهارده. تمام. الجغرافيا والتاريخ. طيب، اول حاجه عندنا يا شباب ثلاثه بما تفصل. لو جه قال لك بما تفصل تركز السكان دفعه بالدول المداريه دي، هقول له تبع تنظيم المناخ. طب انا الدول المداريه عندي زي ايه؟ هي عندي موجود زي كينيا وغانا. طب لو جه قال لك سكوت الابار الامازون عام، هقول له ضمن داخل الاستوائي ممطر طول عام. يجي يقول لك مثلا، يجيب لك صفة موجودة في أي مناخ أو أي إقليم مناخي، يقول لك مثلا هي دي أو صفة لك. تمام. هتقول له ليه؟ هتقول له لو مناخي ده اللي هو صفة. طيب، ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار في شبه جزيرة الهند الصينية ليه؟ يمول الغابات الموسمية، أقول له الوقاعة ضمن الإقليم إيه الموسمي. طيب، الكثافة السكانية في شمال أستراليا منخفضة ليه؟ الغابات الموسمية وحشائش السافانا. حلو قوي. في قال لك مثلا كثرة الموانئ الطبيعية في قارة أوروبا لكثرة التعريق بسواحل أوروبا، ارتفاع معدل المواليد في قارة أفريقيا للاعتماد على الزراعة البدائية والانتشار العادات السلبية وانتشار الأمية والإيه والفقر. طيب، تعرف هضب أو تعرف هضبة التبت بسقف العالم لارتفاعها عن قمم الجبال. ديك السهول الساحلية، لما يجي يقول لك ديك السهول الساحلية لأي قارة قوها ايه او لكرة الجبال من سواحلها. طب، ارتفاع نسبة السكان في المدن كبرت بتوافر الخدمات المتوفرة وفرص العمل والمتوفرة. قلة عدد السكان في سيبيريا وشمال كندا والاسكا فنلندا في شدة الايه. طيب، ديك السهول قلناها. بعد كده لما يجي يقول لك ان العرب ليسوا من سلالة بشرية واحدة بسبب الهجرات والفتوحات. طب، تركز السكان تمام كده في الولايات المتحدة، توافر السهول الفيضية الخصبة وجود المدن وتوافر الموارد الاقتصادية الضخمة. أهمية السهل الأوروبي العظيم اللي هي السهول الفيضية، يجيب لك أي سهول فيضية هقول له لأن هي تربة خصبة صالحة للزراعة. طب، ارتفاع تمام نسبة ارتفاع نسبة السكان في المدن الكبرى قلناها لتوافر إيه الخدمات المتنوعة. طيب، بعد كده يجي يقول لك ارتفاع نسبة التعليم في مصر دي 65% بسبب جهود الدولة في العملية التعليمية. زيادة عدد كبار السن في الدول المتقدمة بسبب الاهتمام بالرعاية الصحية. معظم دول أفريقيا اللي هي دول ذات دخل اقتصادي منخفض، لأن معظم دول أفريقيا بتعتمد اقتصادها أو في اقتصادها على الإيه؟ على الزراعة. يتكون شعب الولايات المتحدة من سلالات مختلفة، حيث يوجد بها السلالة الزنجية والمغولية القوقازية. يتشابه إقليم المناخ الموسمي مع إقليم المناخ المداري لسقوط الأمطار صيفاً ونمو حشائش السافانا. طب، انتشار عدد كبير من الذنوب في الامريكتين، هقول له بسبب انتقالهم اليها ضمن الهجرات الاجبريه اللي كانت من ضمن تجاره العبيد عشان يشتغلوا في مزارع السكان البيض. تسميه الغابات النفطيه بالاسم ده عشان هي بتنفض اوراقها في فصل الشتاء والخريف لشده البروده. يعتبر السافانا حديقه حيوان طبيعيه عشان بيعيش فيها حيوانات اكله العشب وحيوانات اكله اللحوم. اختلاف الخصائص الاقتصاديه لسكان العالم ده وفقا لتنوع النشاط الاقتصادي ودخل الايه الفرد. اهميه هضبتي الحبشه والبحارات الاستوائيه، هضبتي الحبشه والبحارات الاستوائيه الاهميه بتاعتهم ان هم منابع نهر النيل. طب، مفيش سلاله نقيه في العالم في الوقت الحاضر لانصهار السلالات واختلاط الايه الصفات الطبيعيه. تعتبر قاره اوروبا امتداد طبيعي لقاره اسيا لاتصال اليابس الاوروبي باليابس الاسيوي من جهه الغرب لاسيا. زيادة نسبة الجنس المغولي في العالم لأن معظم سكان الدول الكبرى في شرق آسيا بينتمون للسلالة دي. طب، الزيادة الطبيعية في أوروبا بتساوي صفر، بتساوي معدلات المواليد مع معدلات الوفيات. طب، لما يجي يقول لك يؤثر ده بقى أيد صحة العبارة، يؤثر المناخ في توزيع السكان بأفريقيا لأن السكان بيتركزوا في المناطق ذات المناخ المعتدل وبيقلوا في المناطق ذات المناخ الحار. طيب، تقسيم السلالات أمر ظاهري وليس جوهري لأن مفيش عندي أو لا توجد سلالة أكثر ذكاء من سلالة تانية. تمام. طيب، انخفاض معدلات تعليم الإناث في بعض المناطق لحرمان المرأة من التعليم في بعض المجتمعات بحجة الحفاظ عليها أو وجود معتقدات خاطئة أو تفضيل الزواج المبكر. هناك عوامل تؤثر في معدلات الوفيات بالعالم. قلل المعدلات اللي بتؤثر في الوفيات في العالم، مستوى السكن والتخزين والتغذية والحروب والجرس الطبيعية. يعتبر عدد الأطباء مؤشر على الرعاية الطبية. أقول إن لو زاد عدد الأطباء تمام فده بيؤدي لإيه؟ لارتفاع
ارتفاع الرعاية الصحية، ولو قل انخفضت الرعاية الإيه الصحية. تشابه تضاريس قارة أستراليا مع أفريقيا يصدهما المظهر الهضبي. طيب تشابه تضاريس أمريكا الشمالية والجنوبية، كل إن في جبال في الغرب والسهول الفوضية في الوسط. طيب لما يجي يقول لك ما النتائج اللي ترتبط على ازدياد عدد السكان في آسيا، قلة الغذاء، قلة نسب الفرد من الدخل القومي، قلة المستوى المعيشي والهجرات غير الشرعية، كثرة فئة صغار السن عندي، تمام، في دول النامية، هقول تحمل الدولة عبء توفير الغذاء والرعاية الصحية، انصهار السلالات البشرية في العالم، لا يوجد ما يعرف بالسلالة النقية في الوقت الحالي، تمام. طب ارتفاع درجة الحرارة وسقوط الأمطار حوض الكونغو أدى إلى إيه؟ أدى لنمو الغابات الاستوائية بيها وقلة التركز السكاني بيها. طيب وجود المدن الكبرى في شرق أستراليا ده أدى لإيه؟ التركز أو أدى لتركز السكان بيها. اقتراب أي جبال من ساحل أي محيط هيؤدي لضيق السهول الساحلية. هو أنتاركتيكا أقصى جنوب الكرة الأرضية أصبحت متجمدة وغير مأهولة للسكان. تعرب السواحل في قارة أوروبا هقوله ده أدى لكثرة الموانئ الطبيعية فيها. الرعاية الطبية الفائقة في الدول، كثرة عدد كبار السن. طيب جه قال لك إيه المقصود بالديموغرافية؟ الديموغرافية هو علم دراسة السكان من حيث أعداد المواليد والجغرافيات والتركيب السكاني. قوة العمل هو عدد الأفراد في سن العمل واللي يعملون أو يحصلون على العمل. هجرات غير شرعية هي هجرات تتم بوسائل غير قانونية. حوض النهر هي المنطقة اللي بيجري بيها نهر أو أحد روافده. الزيادة الطبيعية هو الفرق بين المعدلات المواليد والوفيات. الدول الجزرية هي الدول اللي تتكون من جزيرة أو أكثر جزء من جزيرة. الترتيب العمري دراسة السكان وفقا لفئات عمرية محددة. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط العرض، ثم الموقع الجغرافي بالنسبة لإيه؟ اليابس والمية. طيب سلالة بشرية يعني إيه سلالة بشرية؟ سلالة بشرية هي جماعة من الناس بتتشابه في الصفات الجسمية. طب يعني كلمة إقليم مناخي؟ هي مناطق مختلفة من سطح الأرض بتتشابه في الخصائص المناخية. البحار المغلقة هي بحار لا تتصل بأي بحار أو محيطات تانية. طيب تعالى لما يجي يقول لك الفوليا بيكون صب فين؟ بتصب في قزوين. الأمازون بيصب فين؟ في الأطلنطي. الإنجيتسي بيصب فين؟ في الهادي. النيل بيصب في البحر المتوسط. تمام. المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. نيلسون في هيدسون. دجلة في الخليج العربي. تمام. والنايجر بيصب في خليج غينيا. لابلاتا بيصب في الأطلنطي. تمام. المطاط موجود في الاستوائي. الزيتون موجود في البحر المتوسط. البلوط موجود في الصينية. المهوجني موجود في الاستوائية. الشربين موجود مخروطية. الزان المفضية. جوز الهند موسمية. لما يجي يقول لك ايه العلاقة بين العادات والتقاليد ومعدلات تعليم الإناث، هقول ان في بعض العادات والتقاليد الخاطئة زي الزواج المبكر للإناث ده بيؤدي الى ايه؟ لانخفاض معدلات تعليم الإناث. طب توزيع السكان والمدن الكبرى، هقول ان تعداد السكان بيزداد فين؟ في المدن الكبرى لوفرة فرص العمل. طيب ارتفاع معدلات المواليد والعادات والتقاليد لوجود بعض العادات والتقاليد زي الزواج المبكر اللي ادى لارتفاع الايه؟ المواليد. طيب بالنسبه للتاريخ عايزك كده تركز معايا في شويه حاجات في التاريخ. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن تركز فيها يا شباب؟ اول حاجه انا محتاجك كده تعرف الاشخاص اللي موجوده عندي، تمام. لما يجي يقول لك الوزاره هي اللي كانت لمده اسبوعين، دي وزاره مين؟ او اللي اتكونت بعد لما كانت مفيش وزاره لمده اسبوعين، وزاره راغب باشا. يقال لك هو الخديوي توفيق كلف مين في ان هو يشكل وزاره؟ اقول له ان الخديوي توفيق كلف راغب باشا برضه. طيب اول وزاره برلمانيه واتسمت بوزاره الشعب هي وزاره سعد زغلول. طب لما يجي يقول لك تدخل الدول الاوروبيه ضد محمد علي لان هي ادركت خطوره محمد علي على التوازن الدولي. تحصل احوال الفلاحين في عهد محمد او في عهد سعيد ليه؟ هقول ان اصدر اللائحه السعديه واللي هي اديته الحق في توريث الارض. كان عقد امتياز لقناه السويس مكحفا للمصريين. هقول ان هو تم الاتفاق على ان يبقى 80% من العمال المصريين. الحكومه المصريه هتتنازل عن كل الاراضي الصالحه للزراعه، مقابل ده احنا هناخد 15% بس من الارباح. طيب اصرار محمد علي على التخلص من مماليك لان هو اصدر ان هما مصدر للقلق والفوضى
قاموا عشان الفرق بحكم مصر. طب ما جه الحمله الفرنسيه لمصر قطعت طريق ما بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، تمام، وتعويض فرنسا عن المستعمرات اللي هي فقدتها في الشرق. ثوره 1919 هي من الثورات الشعبيه الشامله عشان شارك فيها جميع طوائف الايه الشعب. الغاء الامتيازات الاجنبيه بمصر عام 1937 بسبب عقد مؤتمر اسمه مؤتمر مونترو، تمام، ارسال انجلترا حمله فريزر اقول لاحتلال مصر وخلع محمد علي وتعيين محمد بك الالفي، عدم اتجاه سليم الاول في حروبه ناحيه اوروبا عشان خاطر التطورات الحضاريه والعسكريه باوروبا. طب هو شريف باشا او ليه كان في استقاله وزاره شريف باشا دي؟ هقول بسبب ان مجلس النواب اصر على مناقشه الميزانيه، اسباب الثوره العربيه، تدهور الاقتصاد المصري، زياده التدخل الاجنبي، المؤثرات الفكريه والغربيه، اضطهاد عثمان رفق للضباط المصريين. فشل الثوره العربيه ليه؟ هقول له لعدم تكافؤ القوى العسكريه، اصدار السلطان فرمان بعصيان عرابي، لم تكن الظروف الدوليه مهيئه للعربيين، طيب، وخيانه طبعا لسيبس، وعدم ادراك عرابي لاهميه التعبئه الشعبيه. كان السلطان العثماني دور في فشل الثوره العربيه؟ هقول ان هو اصدر فرمان بعصيان عرابي، وده ادى لانخفاض الروح المعنويه للجنود. طيب ضم محمد علي للسودان، هقول له تحقيق مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. طب لو جه قال لك ارسال انجلترا وفرنسا المذكره المشتركه الاولى، هقول له تدعيم موقف الخديوي ضد الحركه الوطنيه. ارسال انجلترا وفرنسا المذكره المشتركه الثانيه لتدعيم موقف الخديوي ضد العسكريين. طيب فشل مشروع مد امتياز قناه السويس، هقول له بسبب معارضه محمد علي محمد فريد مشروع مد امتياز ايه القناه. طب اسباب ثوره 1919، نمو الوعي الوطني، ادعاء بريطانيا ان هي هتحارب من اجل الشعوب، وبدل ال 14 للرئيس الامريكي ويلسون، تمام، ومنح حق الشعوب في تقرير ايه مصيرها، الاجراءات العنيفه اللي خدتها بريطانيا في فتره الحرب العالميه الاولى ضد مصر، تمام. طيب لو جيت قلت لك مثلا خروج المصريين بمظاهرات لرفض دستور 30، لان الدستور ده ادى امتيازات واسعه، تمام، للسلطان واهمل حقوق المصريين. محاصرة الدبابات لإنجلترا الإنجليزية لقصر الملك عام 1942 يتسمى بحادثة 4 فبراير، ليه؟ هقول له مماطلة الملك فاروق في تعيين النحاس رئيس الحكومة. طيب جه وقال لك تدهور مثلا الصناعة بمصر في العصر العثماني، هقول له تدهور الزراعة وإرسال أمهر الصناع للأستام. طب لما يجي يقول لك أيه بالأدلة، لم يعطي تصريح 28 فبراير الاستقلال التام لمصر، هنا هقول له عشان خاطر التحفظات الأربعة. التحفظات الأربعة اللي هي مين؟ الدفاع عن مصر ضد أي عدو، تمام؟ حماية المواصلات البريطانية، تمام؟ حماية المصالح البريطانية والأقليات، استمرار الوضع السوداني وفقا للحكم الثنائي. يتولى محمد فريد الكفاح الوطني في ظروف صعبة عشان خاطر ساعتها الخديوي عباس حلمي، تمام، التاني ده كان بيساند الأول الحركة الوطنية، بعد كده ما بقاش يساند الحركة الوطنية وبقى بيساند بريطانيا أو قوات الاحتلال. إطلاق مصطفى النحاس حرية الكفاح المسلح للمصريين، هقول حيث قامت الجماعة الفدائية أو الجماعات الفدائية بمهاجمة المعسكرات البريطانية. أثر الاحتلال البريطاني على مصر بالسلب في التعليم حيث جعله بمصروفات مرتفعة وحصرته في فئة قليلة في المجتمع. طب حققت معاهدة 1936 بعض المكاسب لمصر؟ هقول انضمت مصر لعضوية عصبة الأمم، وتم إلغاء الامتياز الإيه؟ الأجنبي. كان لسياسة محمد علي الاقتصادية أثر في تشكيل القوة الاجتماعية، هقول حيث اختفت بعض الطبقات زي التجار المصريين وظهرت الطبقات زي التجار الأجانب والأعيان وعمال الصناعة. سؤال مثلا بتاع ما النتائج المترتبة انشغال محمد علي بمحاربة المماليك في الصعيد عام 1807، هقول له وقوع عبء مقاومة حملة فريزر على أهالي مدينة الإسكندرية، اغتيال السرلستاك عام 1924 ده أدى لقيام الجنرال الإليمبي بإرسال إنذار للحكومة المصرية بإن هم يسحبوا الجيش من السودان ورفض سعد زغلول وقدم استقالته. طيب فرض العثمانيين نظام العزلة على مصر أدى لإيه؟ أدى لتدهور الحياة الأدبية، أصاب الجمود والتخلف الحياة الثقافية في مصر، اهتزاز مكانة الأزهر، انتشار الدجل والشعوذة.
معركة أبو كير البحرية، سيطرة الإنجليز على سواحل البحر المتوسط، قطع إمدادات الحملة من فرنسا، شعور الفرنسيين بأن هم محاصرين داخل مصر، تمام، وتوقف التجارة الخارجية. طيب معاهدة، ما نتائج معاهدة 36 بين مصر وإنجلترا؟ دخول مصر في عصبة الأمم وإلغاء الامتيازات الأجنبية، عدف الجيش المصري للسودان وإنهاء احتلال مصر. طب حادثة قصر النيل عام 1881، عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي وزير للحربية، دستور 23 أقول إن هو عمل انتخابات برلمانية فاز فيها حزب الوفد بالأغلبية وبقى سعد زغلول هو رئيس الحكومة، مذبحة يافا، استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم، وكالة أحمد باشا الجزار. طيب معارضة مثلا الشعب المصري دستور 30، قيام الملك فؤاد بإلغائه ورجع دستور 23 تاني، ضم محمد علي للسودان، أنشأ العاصمة الخرطوم واكتشاف منابع النيل، إنشاء المحاكم المختلطة في عهد الخديوي إسماعيل، أدى لتدخل القضاء الأجنبي في التشريع المصري، معارضة إنجلترا لتولية محمد علي لحكم مصر، قيام الإنجليز بالضغط على السلطان العثماني، تمام، لإبعاد محمد علي لولاية سالونيك وإرسال حملة فريزر، جهود لما يجي يقول لك جهود مصطفى كامل داخليا وخارجيا، استقالة اللورد كرومر واجتداد الحركة الوطنية، المظاهرة العسكرية في عابدين عام 1881 في 9 سبتمبر، ده أدى لإيه؟ عزل وزارة رياض وتعيين شريف وتشكيل مجلس نواب. تمام. سؤال ماذا يحدث لو جه قال لك ظل محمد بيك أبو الدهب على ولائه لعلي بيك الكبير؟ هقول نجحت حركة علي بيك، تمام، وعادت مصر دولة مملوكية. لم تقف الزعامة الشعبية بجوار محمد علي عام 1806، تمام، لتم نقل محمد علي لولاية سالونيك. طيب قبلت إنجلترا معاهدة العريش عام 1800، أول خرجت فرنسا بعد عقد المعاهدة مباشرة ولم يتم قتل كريمة. طب لم يكن محمد علي بالتخلص من المماليك؟ طب المماليك مصدر قلق وإزعاج لمحمد علي، ما كانش محمد علي انفرد بحكم مصر. لم يعلن السلطان العثماني عصيان عربي، ما كانش الروح المعنوية للضباط المصريين هتقل. لم يتم اكتشاف حجر رشيد، ما كانش هيتم التعرف على تاريخ مصر القديم. لم يتم تحطيم أو لم يتحطم أسطول فرنسا في معركة أبو كير البحرية، كانت شيء إنجلترا هتسيطر على البحر المتوسط، كانتش هتوقف إمدادات الحملة من فرنسا، كانتش هتتوقف حركة التجارة الخارجية، كانش هيعيش الجنود بأنهم محاصرين داخل مصر. طيب لم يفرض الأوروبيين معاهدة لندن على محمد علي، ازداد نفوذ محمد علي وتوسع داخل الدولة العثمانية، لم يقم بإعادة الشام والحجاز للسلطان العثماني. طب لو فشل البرتغاليين دول اكتشاف طريق رأس الفضاء الصالح، لم تتدهور الحياة الاقتصادية لدولة المماليك، التزام الخبز بوعوده لحم ضرابي، لم يستطع الإنجليز دخول قناة السويس واحتلال من إيد الإسماعيلية، نجح نابليون في دخول عكا، تمام، هقول سقطت الشام في إيده وأصبحت قوة عسكرية ضخمة، لم ينتصر محمد علي شبه الجزيرة العربية، لم يدوم شبه الجزيرة العربية، تمام. طيب لم يلغي، لو وصف الحاز ده ما لغاش معاهدة 36، الفدائيين ما كانوش هيهاجموا المعسكرات البريطانية، ولم يحاصر البريطانيين مبنى محافظة الإسماعيلية، لم يتضمن تصريح 28 فبراير تحفظات الأربعة، مصر كانت هتاخد استقلال حقيقي وليس صوري. طيب احنا كده رجعنا التاريخ كله الحمد لله، ورجعنا الجغرافيا الحمد لله. تمام، بالتوفيق يا شباب، إن شاء الله ربنا يكرمكم كده ويوفقكم بكرة بإذن الله. Thank you.